وسام شرف. اليوم الكلام على التشبث بالحلم، على استحقاق النجاح بعد التضحيات والخدمة، الكلام على أنه كل واحد فينا ينجم يصنع أسطورته الخاصة بإيمانه، بخدمته، اجتهاده وإصراره. الكلام اليوم على البطل الأولمبية إيناس بوبكري. تولدت إيناس البوبكري في 28 ديسمبر 1988 في تونس العاصمة. إيناس تحل عينيها تلقى الوالدة متاحة بطلة هند الزوالي، مبارزة بالسيف، الحاجة اللي زرعت فيها حبها وغرامها بالرياضة هذه، خلتها في عمر الخمسة سنوات تلتحق بالرياضة وتحاول تمشي على خطى والدتها. عائلة إيناس تمر بظروف اقتصادية صعبة برشا، الحاجة اللي تخليهم يقرروا يهاجروا لفرنسا، محاولة منهم أنهم يحسنوا هالظروف ويعطيوا مستقبل أحسن لأطفالهم. غادي تلتحق إيناس بنادي اسمه بوغلاغين تحت إشراف المدرب يان ديتيان. برشا محبة، برشا خدمة، برشا خدمة للرياضة هذية خليوها تتوج عام 2003 بأول لقب دولي لها في بطولة إفريقيا في دكار. في عمر 15 سنة إيناس بدأت تحصد في الجوائز الإفريقية، لكن طموحها أكبر، تحب تزيد، تحب تنتصر، تحب تعلى. من غادي تتوالى الجوائز والحلم يكبر من الجوائز الإفريقية، ولا تحلم وتطمح بجوائز عالمية. إيناس من المبارزات القلائل اللي كانت تتمارس في المبارزة بزوز أسلحة مختلفة على أعلى مستوى. 2008 شارك إيناس في ألعاب بكين، لكن للأسف ما تتوفقش. إيناس حطت في قلبها، زادت خدمة وخدمة أكثر من أي وقت تعدى. عاودة ترشحت عام 2012 للألعاب الأولمبية بلندن. إيناس تتجاوز المرحلة الربع النهائية، لكن للأسف مرة أخرى ما تتوفقش في الحصول على ميدالية. يدخل الشك لحياة إيناس، لكن سرعان ما تتجاوز هذا، تحط في قلبها أكثر، تخدم أكثر، وعزيمتها تزيد تكبر. تعاود تترشح الألعاب الأولمبية عام 2014 في بطولة العالم للمبارزة، وفعلا إيناس تتحصل على أول ميدالية عالمية برونزية لها في بطولة العالم. الجائزة الأكبر هي ميدالية أولمبية 2016 ريو دي جانيرو. تتحصل إيناس بوبكري على ميدالية برونزية في فرد الشيش للسيدات، وتكون هكا أول مبارزة تونسية إفريقية عربية تتحصل على ميدالية برونزية في سلاح الشيش. عام 2021 إيناس بوبكري تترشح باش تحمل علم تونس في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية طوكيو. إيناس بوبكري تحقق إنجاز استناته سنوات، وباش تحققه سبقته بأكثر من 30 ميدالية وتتويج. برشا تعب، إصرار وعزيمة، لكن زاد برشا خيبات وشك دخلوا لحياتها، خليط من المشاعر تعدت بهم، لكن في الأخير دخلت ودونت اسمها في التاريخ من واحدة من أكبر اللاعبات والمنجزات في الألعاب الأولمبية، وهي حاملة العلم التونسي. تستحق اليوم إيناس بوبكري وسام شرف. We